الحديث يقول ثلاثة ثلاث أفعال من فعلها لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال هل انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، هدول الثلاثة يوم القيامة الله ما بيحاكيهم جل جلاله، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني المتكبر، كان من عادة المتكبرين أنهم يسبلون رداءهم على الأرض ليتباهوا على الناس. بس هلأ إذا واحد بيتباهى على الآخرين بجواله، إذا في امرأة بحفلة هيك حابة تزعج بس بنت حماها إنه هي صار عندها جوال وبنت حماها ما عندها مثل هذا الجوال، هيك بدها تتكبر عليها. الحديث يقول الكبر كبيرة من الكبائر، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. وإذا واحد معه شهادة وتكبر على الناس، وإذا واحد في رتبة علمية تكبر على الناس، واحد في رتبة إدارية تكبر على الناس. المسبل والمنان يعطي شيئا ثم يمن به. شايف هذا الأجير اللي عندي اللي تركني وراح، هذا لحم كتافه من خيري، ترى شوف أنا جوزته، ما بدي أحكي أنا بس أنا بدي أحكي أنا جوزته. يا رجل شو لحم كتافك من خيره؟ أنت يا رجل قلبك يحركه ربك، أنت معك لحم كتافه تحط لحدا؟ قال شو ما بدي أحكي، بعدين بيقول لك أخي أنا جوزته وكان ولا شيء صار شيء، وأنا اشتريت له البيت. وأنا المنان لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هون في ملاحظة يا أخوان، في بعض الناس علق على لسانهم اليمين، بيكون بيبيع شيء إنه والله موقف علي بمية، والله ما بقي غير هالقطعة. يا أخي ليش عم تقول والله؟ لا تدرب حالك أن لا تقولها.